له دعوة الحق. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا وإنما لحكمة، فلماذا خلق الله الخشب؟ وما سر تكوينه؟ وكيف استفاد الإنسان من هذا الخشب؟ وماذا يحدث لو لم يكن هناك خشب؟ الأشجار. شجرة اليقطين والزيتون والرمان، بحثت في ظلال الأشجار عن أسرار أغصانها وجمال منظرها، فوجدت تفاصيل تروي لنا إبداع الخالق، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الشجرة تعرف بأنه هو النبات الذي له جذع، الجزء العلوي من هذا الجذع تخرج التفرعات المختلفة ويتكون عليها الأوراق، وليس كل النباتات نباتات شجرية، لأنه في عدد كبير جدا من النباتات هي عبارة عن نباتات عشبية، منها الأشجار أشجار الزينة، منها على سبيل المثال أشجار الفيكس، أشجار الكينوكاربس، يعني في أشجار تستخدم كسياج. ليه؟ لأنها كثيفة الأوراق وكثيفة الأغصان. في أشجار تستخدم كمصدات رياح، جعل الله تبارك وتعالى هذه الأشجار مزينة للأرض، جنات في الأرض. النوع الثاني من الأشجار وهي الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة الله تبارك وتعالى جعلها قوت للإنسان، منها أشجار الرمان، منها أشجار العنب، منها أشجار الجوافة. النوع الثالث من أنواع الأشجار وهو الأشجار المعمرة، هذه الأشجار التي تنمو في الغابات. ربنا سبحانه وتعالى جعلها فائدة للإنسان لاستخراج الأخشاب، ترتيب إلهي سبحان الله. في أشجار تستمتع بها في الزينة، لها جانب، الجانب الآخر تستمتع بالأكل. الأشجار المعمرة لها فائدة أن يأخذ منها الإنسان ويستفيد منها في الأخشاب. كنت أتصور أن الخشب فيه تقريبا 6 أو 7 أنواع فقط، ولكن طلع فيه أكثر من 1500 نوع، سبحان الله. في الخشب يسمى الخشب الزان، الخشب الزان هو الخشب نوع من أنواع الخشب الصلبة القوية. يعني إحنا النهاردة لما تروح عند النجار يقول لك والله ده خشب زان، كلمة دارجة، وهو يعني يعرف مدى كلمة زان. في خشب اللي هو البلوط، الخشب البلوط ده من النوع القوي جدا، وهذا الخشب وهذا النوع يستخدم في صناعة السفن. ومن أحد أغلى أنواع الخشب إذا ما كان هو الأغلى على الإطلاق هو خشب العود، لذلك سلطنا عليه الضوء أكثر في تصويرنا. ما في شيء اسمه شجرة عود.
أبداً. في حاجز شجرة منتجة للعود. لأن ليست كل شجرة العود تنتج العود. ما شاء الله. يعني ممكن شجرة كبيرة ومعمرة وممكن عمرها عشرات سنين ما في عود. ليش؟ لتكوين العود لازم تكون في تأثير خارجي اللي هو تأثير المرض. نعم. بسبب فطريات معينة تكون في. يعني المرض هو اللي يسبب اللي يجيب العود وال. نعم يعني. تحدث جرح في الشجرة. نعم. والجرح هذا عدة أسباب، ممكن تكون ثقب من حشرة أو ممكن احتكاك بالأغصان بسبب الرياح. فلما يكون في جرح في الجو في موجود كثير فطريات، في فطريات معينة متخصصة لما تدخل إلى الشجرة عبر الثقب هذه أو عبر الجرح هذه، الشجرة تقوم تفرز إفرازات للدفاع عن نفسها. المادة اللي تدافع فيها هي مادة العود. سبحان الله، من المرض تأتينا أفضل الرائحة، وأفضل أنواع الخشب هو الأكثر مرضاً. سبحان الله، رب ضارة للخشب نافعة للبشر. نأخذ هذه الشجرة الكبيرة بعد ما نقطعها ونستخلص منه الأجزاء الجيدة والأجزاء الرديئة، طبعاً فيها تأثير الفطر، هذه نقوم نقطرها فنحصل على الدهن. الدهن نفسه اللي هو دهن الأنواع، الدهون العود بأنواعها. بالضبط. نعم. سبحان الله. نعم. من الأخشاب نستخرج دهن العود. بالضبط. اشرح لي هذه المرحلة. يعني المرحلة الأولى أن نقوم بطحنها بالشكل هذه، هذا نقوم بطحن هذا الزايد. نعم. بعد ما نطحن هذا ممكن نطبخه بطريقتين. الطريقة الأولى أن ننقعها بالماء حوالي شهرين. ما عادي، مش ما عادي، نعم. ما عادي لمدة شهرين، وبعد شهرين نقوم نطبخها هذه. وطبعا نضعها في الجهاز كحد أدنى 3 أيام إلى 4 أيام. هذه طريقة. والطريقة الثانية نعمله بحالة ناشفة، نقطرها على طول في التقطير. نعم. على طول نحصل على زيت أكثر وأسرع، أقل جودة، لكن أقل جودة. يعني الخيار بيدك. لا، بيد الشخص التاجر. نعم. ايوه، في الحالتين كلها بيور، كلها نقي. الشجرة عموما تتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو تحت الأرض ويسمى بالجذور، الجذور والشعيرات الجذرية. الشعيرات الجذرية هي دي المسؤولة عن امتصاص الماء والغذاء، تمام، وتوصيله إلى من؟ إلى الساق، الدعامة التي يرتكز عليها النبات، التي تحمل الأوراق وتحمل الثمار في الأشجار المثمرة. الساق من أهميته نقل المياه والغذاء إلى باقي الشجرة عن طريق ما يسمى بالأوعية الناقلة. هي عبارة عن أنابيب دقيقة ويسري فيها الماء بخاصية تسمى الخاصية الشعرية. يعني كلما دق الأنبوب ووضع في ماء كلما ارتفع الماء أسرع. نحن نعلم أن هذه الأشجار يصل ارتفاعها إلى أكثر من 100 متر، وخصوصا أشجار الخشب. النسيج الوعائي في النبات يتكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو الخشب، وهو الذي يقوم بوظيفة نقل الماء والمعادن من التربة، واللحاء هو الذي يقوم بنقل المواد الغذائية في داخل النبات، والتنين يجب أنهم يكونوا متقاربين جنب بعض. الأوعية دي عبارة عن مادة تسمى مادة السيلولوز ومادة الخشبين، وفي مادة اسمها سيلولوز 2. المواد دي، اللحاء، الأوعية الداخلية دي التي يحيط بها اللحاء، هي مصدر قوة الخشب. هنا في هنا حوالي 7 أصناف من الأشجار موجود في المزرعة هذه. 7 أصناف. 7 أصناف. ما شاء الله. أصناف أشجار منتجة للعود. هذا أحد الأصناف الأخرى اللي هو أكواليريا مالكنسيس، أنتم تسموه كليمنتان. هذا عود الكليمنتان. الكليمنتان. هو في الحقيقة الكليمنتان أكثر من صنف. نعم. في أكواريوم مالكنسيس اللي هو هذه، وفي أكواريوم ميكروكاربا، أكواريوم كريشنا. هذه تختلف عن تختلف. نعم. ما شاء الله، كم نوع من أنواع شجر العود؟ أشجار العود المعروفة الآن في إندونيسيا في 46
46 نوع من انواع فقط في اندونيسيا؟ في اندونيسيا فقط، في العالم؟ لا في اندونيسيا. في بعض الانواع مثلا تقول كمبودي، نعم كمبودي عندنا هي الكلور كريشنا موجود عندنا ايضا. نعم مو شرط انه يكون في كمبوديا. لا مو شرط، نعم. لكن عرفت المنطقه عندكم كانوا يجيبون من كمبوديا فتعرفوا على سنه كمبوديا. انا اول مره اعرف هالمعلومه سبحان الله. ممكن استخرج كمبودي من اندونيسيا؟ ممكن. طبيعة الريحة إذا كان جيدة أم لا حتعتمد على نوعية الفطر اللي دخل فيه. لو تشوف أنت في السوق مثلا عود كاليمنتان في سبايسي، نعم صحيح. إذا في منطقة بنكا نفس النوع من الأشجار لكن في سويت زي الكمبودي، نعم. إيش الفرق؟ نفس الأشجار كيف تختلف نفس الريحة؟ نفس الشجر هو؟ نفس النوع من الشجر، نعم نفس النوع من الشجرة لكن في رائحتين مختلفتين بسبب أنواع الفطر. الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى أشياء يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني كيف إنسان يعيش في القرن 21 يتعرف على عمر شجرة بتصل إلى من 10 إلى 11 ألف سنة، يقوم الإنسان بقطع الشجرة قطاع عرضي. حينما يتم قطع الشجرة لو أنت نظرت إلى القطاع العرضي سوف تجد فيه حلقات دائرية، هذه الدوائر الموجودة تمثل عمر الشجرة، كل دائرة تمثل سنة من الشجرة. في لون داكن ولون فاتح. اللون الفاتح سبحان الله يمثل يحكي لنا قصة هذه الشجرة، أن في هذا العمر كان في هذا الوقت الجو والغذاء متوفر لهذه الشجرة. طب الحلقة الداكنة، الحلقة الداكنة دي تدل على أن الجو في هذه المرحلة كان جو قاسي صيفي. الذي يعمله الآن الشباب يأخذون العود المنظف تنظيف أولي من منطقة الجني. الآن التنظيف المعمق وأيضا للتصنيف الجريدينج. سبحان الله، وأنا أنظر إلى هذا الخشب، من هذا الخشب يأتي الرزق الكبير الذي اختص الله سبحانه وتعالى به دول شرق آسيا. فينا الجمال سمع وأبصار وعقل لا يزال يلقى بهذا الجسم آيات الكمال، وترى العيون كيف النبات من النواة له بصوم، ودم وفرث منهما لبن يكون. عندنا أشجار في بلادنا في الخليج، نعم. أو أي دولة في العالم يعني ما تصيب هذه الفطريات؟ يعني فقط في هذه الدول؟ ما أعتقد، لأن سبحان الله وهذا من نعمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني. تعرف الأمازون غاباتها كبيرة جدا، نعم. وأفريقيا أيضا، نعم. لكن ما فيها العود. الله أكبر، هذا الرزق سبحان الله. نعم يعني أنت ممكن تأخذ أي شجرة أو شجيرة من الشجيرات هاي وتزرع عندك في الكويت لكن هذه، نعم، وتكون شجرة كبيرة لكن لا تتوقع بيكون فيها عود. سبحان الله، لأن ما فيها الفطر. الفطر لا يمكن تعيش في الكويت. الدول الأكثر إنتاجاً في إنتاج الخشب تأتي في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد كده الصين، بعد كده الهند، بعد كده البرازيل، بعد كده روسيا، بعد كده أندونيسيا، وفي عندنا من في جنوب أفريقيا وفي الكونغو وفي نيجيريا. دول من أهم الدول المنتجة للخشب. بعض الدول سنت قوانين حينما تقطع شجرة لابد أن تزرع ثلاث شجرات، اثنان أو ثلاث شجرات مقابل هذه الشجرة. ليه؟ لإحداث التوازن. لم أسمع لحد الآن في نوع من الخشب أغلى من العود يعني.
من حرم غابات الأمازون من العود ومن أودعه في شرق آسيا؟ سبحانه القابض الباسط، يعطيك شيء ويأخذ منك شيء. الرزق ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه الذي يعلم الصالح لك. اسمع الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قبل الأوان لا شيء كان فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. خلاص كده اوكي اوكي keep rolling. تروا كيف براه الله. stop stop stop. فلا عيب هناك نرى. هو الأكثر مرض، أكثر مرضاً بعدين. ترى اللي خرب عليه هذا اللي وعد واللي وراه، والله هو اللي خربوا عليه. الأشجار. Okay again. Keep rolling. Good job, Usal. حلوة جداً.